وسائل الإعلام تتحدث عن عدد كبير من القتلى، حتى الآن لا يمكن تأكيد الرقم بسبب طبعا تضارب المعلومات. هناك من يتحدث عن وجود أعداد كبيرة من القتلى من شهود العيان كانوا موجودون في داخل المنطقة، ولكن حتى الآن لا يوجد أرقام رسمية تتحدث عن 40 أو أكثر من 40 قتيل نتيجة الحادث، لأن في هناك حتى الآن نحو 100 شخص محاصر في هذه المنطقة نتيجة الحريق الذي اندلع داخل هذه المدينة. مروحيات الإطفاء الحريق توجهت إلى منطقة الحادث لطبعا المشاركة في إخماد الحريق، بالإضافة إلى وصول نحو 50 سيارة إسعاف إلى هذه المنطقة. الهلع طبعا هو منتشر بين جميع المواطنين المتواجدين هناك. هناك طبعا شهود عيان يتحدثون عن المشهد لحظة دخول هؤلاء الملثمين. هناك وسائل الإعلام الروسية تتحدث عن أن هذا الملثمين يصل عددهم إلى 5 أشخاص وليست 3 أشخاص كما تحدثت المعلومات في بداية هذا الحادث. 5 ملثمين اقتحموا المنطقة وقاموا بإطلاق الرصاص، بالإضافة إلى ذلك قاموا باستخدام القنابل اليدوية في داخل المنطقة، أدت إلى اشتعال أو اندلاع الحريق. الحرائق أو التهمت حتى الآن ثلث المبنى كما تحدثت وسائل الإعلام وكما ينتشر عبر الفيديو في وسائل الإعلام الروسية. نعم. طيب كاتيا، إذا السلطات الأمنية حذرت في الفترة الأخيرة من وقوع حوادث إرهابية وهجمات، هل هناك تفاصيل حول هذه التحذيرات وهل أخذت يعني بعين الاعتبار وعلى محمل الجد، ويعني كيف هل مثل هذه المراكز التجارية، هذا المركز مركز كروك سيتي هول التجاري، هل يعني كان مؤمنا أكثر من ما هو في العادة أم ماذا؟ حقيقة جميع المراكز التجارية دائما هي تكون محاطة بالحرس من كل الجهات وجميع المداخل، وكل حتى أن كل طابق يحتوي على عدد كبير من الحراسة الكبيرة، وهذا ما تحدث عنه شهود العيان الذين كانوا هم داخل هذا المبنى. تحدثوا لنا العربية بأنه أول ما قتل هم الحراس الذين كانوا داخل على هذا المبنى. جميع المراكز التجارية وجميع المناطق التي تتعلق بالبنى التحتية في موسكو هي دائما تكون درجة عالية من الحراسة، سواء كان في المترو أو في المراكز التجارية كما ذكرت لك. لذلك الاقتحام كان هو على ما يبدو كما تحدث أكثر من شخص، وحسب شهود العيان تم قتل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون على حراسة هذا المبنى باعتباره مبنى استراتيجي كبير، هو تقام فيه حفلات، وفي هذه اللحظة كان هناك حفل يجري داخل هذه المدينة عند وقوع هذا الحادث. وبالتالي يبدو أنهم قاموا بقتل الحراس وبالتالي ثم اقتحموا هذا المبنى وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين المتواجدين داخل هذا المبنى. طبعا روسيا أو بالأخص العاصمة الروسية موسكو خلال السنوات الأخيرة كانت دائما مراكز تجارية بالأخص تتلقى اتصالات عن وجود تفخيخ ماء ويتم إجلاء المواطنين من هذه المناطق للتأكد من وجود أي تفجير، وبالتالي دائما موسكو بالأخص هي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي اقتحام أو أي عمل إرهابي، وبالأخص أن روسيا كانت قد شهدت تفجيرا كبيرا في المترو منذ نحو أكثر من 11 عاما، لذلك الإجراءات الاحترازية هي أعلى مستوى.